وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم مغلوبة مغلوبة. ومن هؤلاء العلماء الراسخين والجهابذة المتمكنين والفطاحلة المتأصلين فضيلة الشيخ العلامة بقية السلف العلامة فلاح بن إسماعيل عند كار. تق الله يا شيخ، أرجوك. هذا علماءنا وكبارنا، هذا محمد بن عبد الوهاب اللي شرح الكتب، هذا حق الكلام. لا أرجوك يا شيخ، أرجوك بارك والله، ما أخوان ما يجوز، ربي ما يجوز. شيخ هذا قليل حقك يا شيخ. لا يا شيخ، لا أرجوك نترك المجال للكلام. قول الكلام في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قول الكلام في هؤلاء اللي نقرأ كتبهم، ونحن والله عالة عليهم، نحن عالة على هؤلاء. نعم الحمد لله، يسر الله عز وجل لنا الالتقاء بالمشايخ الكبار رحمة الله عليهم، حفظ الله من بقي منهم، لكن والله ما نحن إلا يعني طلابا عندهم يا شيخ. لا أنا أرجوكم يا شيخ. نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وبعلمه وبالحاضرين، وأن ينفعنا وإياكم بعلمه، وأن يبارك في ماله وولده ورزقه وعمره. ونفتح المجال لمن للشيخ حفظه الله تعالى أن يشرح أو أن يتكلم بمقدمة في التوحيد، ليشرح بها كتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله عنا خير. صلى الله أن يغفر لنا وإياكم هذه الكلمات يا أخوان، صلى الله أن يغفر لنا ولكم. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، اللهم لا توقعنا بما يقولون ولا تؤاخذهم، لكن أرجوك يا شيخ لا تعيب مثل هذا، ما هو طيب يا شيخ. صلى الله أن يعافينا وإياكم.